فاهمين الفارماكوديناميك، فاهمين التايبس اوف اجونست انتاجونست، فاهمين ال بوتنسي افيكاسي ثيرابيوتيك اندكس، دكتور؟ فاهمين التايبس اوف ريسبتورز ونفرق بيناتهم من حيث الديوريشن اوف اكشن. دكتور؟ صح، شكلي انا ما مش سامعكم. طيب شكرا جدا، شكرا جدا، مش سامعكم. معلش معلش. هيك اتوقع اني حصير اسمعكم، معلش كانت الغلطه من عندي. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك مريم، هيك بدأت اسمعك. دكتور بس عندي يعني شغله ما فهمتها باخر محاضره لما كنت تشرح حضرتك عن الفارماكولوجيكال انتاجونست، كان حكيت لنا كيف نحدد من خلال الرسم البياني، بس انا صراحه ما فهمتها كثير منيح. كيف احدد الكومبتيتيف والنون كومبتيتيف؟ تمام، اوكي مريم. هلا مريم، الكومبتيتيف مين، شو معنى كومبتيتيف؟ انه في عندي اجونست انتاجونست عم بتنافسوا على نفس البايندينج سايت، يعني هي الريسبتور. من خلال فهمنا للريسبتور، الريسبتور عنده بايندينج دومين، هذا البايندينج دومين بيرتبط فيه الاجونست والانتاجونست. تمام، مين اللي بينتصر؟ اثنين بدهم يرتبطوا على نفس المكان، مين اللي بده ينتصر؟ اللي بده ينتصر بيحدد الانتصار اللي راح يرتبط اجونست او انتاجونست، هي الافينيتي، عامل الافينيتي وعامل الكونسنتريشن. اوكي، الافينيتي هو معناته انه الانجذابيه بين الريسبتور وبين سواء الاجونست او الانتاجونست. هلا احنا لما بننزل انتاجونست على الصيدليه من المصنع او من المختبر، لما بنصنع انتاجونست، اهم شرط من شروط الانتاجونست انه يكون عنده افينيتي مساويه للاجونست او افينيتي اكثر من الاجونست. ليش؟ عشان الريسبتور هيو هون، في عندي الانتاجونست والاجونست. الانتاجونست اللي انا بدي استخدمه كدواء علشان يقلل، علشان يمنع الريسبونس تبع الاجونست، فلازم يكون عنده افينيتي عالي فيرتبط، فيمنع من ارتباط الاجونست. هذا اول شيء. العامل الثاني هو اللي احنا بنتحكم فيه بالمختبر، وهو اللي بدلنا انه الانتاجونست تبعنا هل هو كومبتيتيف اور نون كومبتيتيف، هو عامل الكونسنتريشن، بلعب الكونسنتريشن. ان شاء الله محمد راح اراجع الاي سي 50. ف هلا الكومبتيتيف معناته اذا انا زودت الكونسنتريشن، هاي الكومبتيتيف وهي الكومبتيتيف انتاجونست وهي الاجونست عم بتنافسوا. هلا بالكونسنتريشن القليله تبعت الاجونست مع الكونسنتريشن العاديه تبعت الانتاجونست، الانتاجونست لانه عنده افينيتي مقاربه للاجونست او افينيتي اعلى، فهو اللي راح يرتبط، فبالتالي راح يمنع الافكت اوف ذا اجونست. تمام، ما ماشي معي مريم لحد هلا؟ معك دكتور. طيب تمام، هلا شو بسوي انا؟ بزود الكونسنتريشن، بزود الكونسنتريشن تبع مين؟ تبع الاجونست. عم بحط هلا افتراضيه، لو زودت الكونسنتريشن تبعت الاجونست مره ثانيه، بزوده، بدل ما كان في عندي 1 مولكيول بحط 10 مولكيولز. ان صار في عندي 10 مولكيولز من الاجونست مع 1 مولكيولز من الانتاجونست، مين اللي راح ينتصر في هاي الحاله؟ راح ينتصر في هاي الحاله اللي عنده كميه اكثر، كميه اكثر اللي هو الاجونست. تمام؟ تمام. هلا هاي كيف بدنا نترجمها احنا الحكي هذا، كيف بدنا نترجمه بالرسوم البيانيه؟ الاجونست لحاله لما انا برسمه مع الاجونست لحاله لما انا برسمه مع الريسبتور راح يعطيني رسم بياني انه كل ما زودت الجرعه تبعت الاجونست راح يزيد الريسبونس لحتى يصير في عندي الساتوريشن، والساتوريشن اللي رسمناه بيعتمد على النمبر اوف ريسبتورز. تمام، اوكي. هلا لما انا برسم الاجونست بوجود الانتاجونست، هل الانتاجونست موجود والاجونست عم بزود
عم بزود التركيز تبعه، إذا زودت التركيز تبعه، وإذا زودت التركيز تبعه ورجع لي نفس الريسبونس، رجع لي نفس الإيماكس اللي كان يسويها في السابق الأغونيست قبل وجود الأنتاغونيست، شو معناته؟ معناته أنا زودت الكونسنتريشن أوكي تبع الأغونيست، معناته عامل الكونسنتريشن لعب دور إنه زود تركيز أو كمية الأغونيست، فبالتالي ساعد على ارتباطه على البايندينج دومين اوف ذا ريسبتور. فلما زودت تركيز الأغونيست طرد الأنتاغونيست مرة ثانية، طرده ورجعت الريسبونس، رجع الإيماكس. فإمتى رجع الإيماكس؟ رجع الإيماكس من بعد ما زودت التركيز الأغونيست. معناته شو معناته؟ رجع الريسبونس. شو معنى رجع الريسبونس؟ معناته الإيماكس ظلت زي ما هي، فحنشوف إنه الكيرف صار له shifting to the right، إنه الإيماكس ظلت زي ما هي. بس إمتى رجع الإيماكس؟ من بعد ما زودنا concentration. هلا شو تعريف البوتنسي؟ البوتنسي احنا حكينا بنعبر عنه من خلال الـ AC50. الـ AC50، الـ AC50 هو تركيز الدواء او جرعه الدواء اللي بتسوي الريسبونس، هاي تعريفه. هلا في حاله الاغونست مع الانتاغونست، لما كان الانتاغونست كومبيتيتيف، الاغونست امتى رجع الريسبونس؟ امتى رجع الريسبونس؟ رجع الريسبونس من بعد رجع الريسبونس، يعني رجع الايماكس، حصل على الإيماكس، حافظ على الإيماكس. إمتى؟ من بعد ما زودنا تركيز أو جرعة الأغونيست. معناته هون البوتنسي، إحنا بنعبر عن البوتنسي إيش بالـ AC50، البوتنسي تبعت الأغونيست بوجود الأنتاغونيست بتقل. ليش؟ لأنه الـ AC50 تبعت الأغونيست بوجود الكومبتيتيف أنتاغونيست تزيد الـ AC50. هلأ مريم، بس أنت عارف شو الـ AC50؟ البوتنسيال. انا بعدين راح راجع ال اي سي 50 مره ثانيه عشان محمد، بس هلا مريم الاي سي 50 انت عارفه شو معنى الاي سي 50 والبوتنسي؟ معناتها انه تركيز الدواء اللي صار عنده نص الايماكس. صحيح صحيح. طيب هذا بالنسبه للكومبتيتيف. الكومبتيتيف، فانا لما بيجيني بالامتحان كيف اعرف انه كومبتيتيف؟ بيكون الكيرف تبع الأغونيست لحاله، والكيرف مع الأغونيست مع الأنتاغونيست زي ما هو، هيك زي ما هو صار له شيفتنج لليمين، زي ما هو كيف إنه نفس الإيماكس. لما صار له شيفتنج لليمين معناته الإي سي 50 تبع الكيرف الثاني زاد، والإي سي 50 لما بتزيد البوتنسي بتقل. فعشان هيك الكومبتيتيف أنتاغونيست زي ما بحكينا بالكتاب بيقلل البوتنسي اوف ذا اغونست. كيف يعني بيقلل البوتنسي اوف ذا اغونست؟ نحاول نفهمها. معناته انا الاغونست بيسترجع الريسبونس تبعه. امتى بيسترجع الريسبونس تبعه؟ لما بنزود التركيز تبعه. وشو تعريف البوتنسي؟ هو تركيز الدواء اللي بنحصل من خلاله على الريسبونس. زاد تركيز الدواء زي ما حكينا بالمحاضرات السابقه، لما انا بزيد تركيز الدواء عشان يحصل على الإفكت تبعه، معناته الدواء less potent. الدواء اللي بحصل على الريسبونس تبعه بتركيز قليلة معناته الـ EC50 تبعته قليلة، معناته هذا الدواء البوتنسي تبعته عالية. هلأ نرجع للقسم الثاني، هو non-competitive antagonist. non-competitive antagonist شو معنى non-competitive antagonist؟ non-competitive antagonist هاي الريسبتور الأغونيست بيرتبط على البايندينج دومين، الانتاغونيست بيرتبط على انذر بايندينج، عنده انذر بايندينج سواء الستريك او غير الستريك. اوكي، فهذا هو النون كومبتيتيف، يعني ما بيرتبط على نفس البايندينج دومين تبعت الاغونيست. في النون كومبتيتيف، هاي الريسبتور، النون كومبتيتيف لما بيرتبط على الريسبتور اتس فيري امبورتنت، وهذا اللي بيميز النون كومبتيتيف عن الكومبتيتيف. النون كومبتيتيف لما بيرتبط على الريسبتور، الريسبتور اللي هو فانكشنال، شو معنى فانكشنال؟ فانكشنال يعني بيرتبط بالاغونست. نتخيلها، هاي الريسبتور فانكشنال، يعني عنده القدره انه يرتبط بالاغونست. هلا النون كومبتيتيف انتاغونست لما بيرتبط بالريسبتور، هذا الريسبتور راح يتحول، حيصير نون كومبتيتيف. كيف؟ لما يرتبط النون كومبتيتيف بالريسبتور راح يتحول شكله، راح يبطل، هاي البايندينج دومين راح تتغير بوجود مين؟ النون كومبتيتيف انتاغونست. لما البايندينج دومين تتغير معناته ما راح يرتبط فيه الاغونست. معناته الريسبتور تحول من فانكشنال الى نون فانكشنال. حلو.
تتذكري يا مريم بالرسمة تبعت الدوز ريسبونس كيرف لما كنا نحكي عن الساتوريشن، الساتوريشن لما كنا ناخذ الاقطاع تبعها على الواي اكسس، هاي الساتوريشن اللي هي الاقطاع تبعها على الواي اكسس بتحدد الاي ماكس، حكينا الليفل اوف اي ماكس او الليفل اوف ساتوريشن بتكون اقل او اكثر. مين اللي بيحدد الليفل اوف ساتوريشن؟ مين اللي بيحدد ان الدواء بوصل بسرعه للساتوريشن ولا بوصل بشكل ابطا او بده التركيز اكثر عشان يوصل للساتوريشن؟ هي النمبر اوف فانكشنال، النمبر اوف فانكشنال ريسبتورز. شو معناته؟ معناته لما بيزيد عندي النمبر اوف فانكشنال ريسبتورز الاي ماكس، هاي البلاتو، هاي بلاتو او ساتوريشن راح يزيد. لما بيقل عندي النمبر اوف ساتوريتد، النمبر اوف فانكشنال ريسبتورز، لما بيقل عندي النمبر اوف فانكشنال ريسبتورز معناته الدواء تبعي راح يوصل للساتوريشن بتركيز اقل. اوكي، ما يعني ان كونكلوجن هاي الساتوريشن، هاي البلاتو الليفل تبعها بيرتفع وبقل بناء على النمبر اوف فانكشنال ريسبتورز. الليفل زاد معناته الاي ماكس زادت، الليفل قل معناته الاي ماكس قل. تمام، هذا الفهم تبعنا. نروح للكيرف، الكيرفات. برسم اول شيء الاجونست لحاله. تخيل انه الاجونست الساتوريشن الاي ماكس هون، هذا هو الاجونست لحاله. الاجونست بلس نون كومبيتيتيف انتاجونست. النون كومبيتيتيف انتاجونست شو حكينا عنه؟ انه بيحول الفانكشنال ريسبتورز الى نون فانكشنال ريسبتورز. معناته النمبر اوف نون فانكشنال ريسبتورز شو صار فيها؟ قلت. لما بتقل النمبر اوف نون فانكشنال ريسبتورز معناته راح نلاحظ انه الساتوريشن قل، والساتوريشن بهاي الليفل تاعته قل معناته الاي ماكس قلت. فهذا هي النقطه الاساسيه اني اميز بين الكومبيتيتيف والنون كومبيتيتيف. سهله، شوف انا احكي لك اياها بالامتحان. بتطلع على الكيرف، اول شيء بتطلع على الاي ماكس بالامتحان، راح يجيك تو كيرفز، كيرف للاجونست لحاله وكيرف الاجونست مع الانتاجونست. اذا الاي ماكس، الاي ماكس تغيرت نزلت، ها الاجونست لحاله هون كان الساتوريشن تبعه يعني الاي ماكس هون مع وجود الانتاجونست، ولاحظت انه الاي ماكس قلت، اوكي معناته على السريع هذا الانتاجونست هو نون كومبيتيتيف. ليش نون كومبيتيتيف؟ لانه قلل النمبر اوف فانكشنال ريسبتور. اذا كان الاجونست هون والدواء الاجونست مع الانتاجونست اعطاني كيرف، كيرف صاروا شيفتنج لليمين، نفسه بيشبهه لليمين، الاي ماكس نفسها، الاي ماكس نفسها، لكن شو ساعتها بروح للاي سي 50. طبعا واضحه الاي سي 50 هو نصف الاي ماكس بحسبه، فالاي سي 50 هو الكونسنتريشن الدوز اوف ذا دراج يلي اعطى نصف الاي ماكس. فراح الاحظ انه الاي سي 50 زادت للاجونست بوجود الانتاجونست. شو معناته؟ معناته انه الاجونست رجع الريسبونس، استعاد الريسبونس امتى؟ لما زودنا تركيزه. ففي حاله الكومبيتيتيف، الكومبيتيتيف الدوز لما بيزيد الدوز بيزيد الكومبيتيشن تبعه او بيزيد قدرته انه ينتصر في الكومبيتيشن. فالكونكلوجن شوف شات سهله، احنا انا بحاول ان اشرح علشان نفهم، كل فاهمين، لكن بالامتحان اول ما بتطلع وين الكيرف تبع الاجونست؟ ايهم بتطلع على اي ماكس. اذا كان الكيرف اجونست مع الانتاجونست الاي ماكس تبعته اقل، ساتوريشن على طول نون كومبيتيتيف انتاجونست. اذا لاحظت انه الاي ماكس نفسها كومبيتيتيف، وجود الاجونست والاجونست مع الانتاجونست نفسها بس الكيرف هيك انزاح، معناته كومبيتيتيف انتاجونست. It is very easy. جاوبتك على سؤالك مريم؟ شكرا دكتور، يعطيك العافيه. الله يعافيك. محمد سال عن الاي سي 50، فعشان بدي اراجع الاي سي 50 هيك لحالها بدي ارسم الكيرفز.
كيف نحسب الـ AC50؟ هو أول شيء الـ AC50 هو قيمة رقمية تعبر عن البوتنسي. والبوتنسي شو تعريف البوتنسي؟ هي كمية الدواء اللازمة علشان تعطي الريسبونس. هذا this is in general. لما واحد بالصيدلية واحد في المستشفى يحكي لك شو معنى بوتنسي، شو معنى إفكاسي، نسمع أن الدواء this drug is potent, this drug is effective. effective إحنا بنعبر أنه هذا الدواء عنده استجابة، الاستجابة تبعته استجابة على الجسم أو الجسم بيستجيب له بشكل كويس، هذا الدواء effective. الدواء potent معناته أنه الدواء بيعطي هاي الاستجابة بتركيز قليلة. اوكي ان هذا احنا بنروح على الصيدليه بنروح على المستشفى وش نحكي له AC50؟ ما حدا رح يفهم علينا، احنا هون مع بعض نحكي، احنا هل هم يعني مع بعض بنفهم AC50. فالممرضين الاطباء ما بيفهموا شو معنى AC50. فهي هذا البوتنسي معناته تركيز الدواء اللي بيعطي الريسبونس. لما نسمع this drug is potent or more potent, drug A is more potent than drug B, يعني drug A بيعطي response بتركيز أقل أو بجرعة أقل. Okay. This is as simple as it is. خلينا هلا البوتنسي علشان نحسبه البوتنسي صفة potent. كيف بدنا نحسبه؟ بدنا نحسبه من خلال قيمة رقمية، مثلا الضغط الهايبرتنشن مرض. كيف بنحسبه؟ بنحسبه انه بنقيس الضغط تبعت السيستوليك والدايستوليك. نفس الشيء البوتنسي صفه، احنا بنحكي ذا درج از بوتنت، بنعبر عنه من خلال الاي سي 50. طب الاي سي 50 شو هو الاي سي 50؟ الاي سي 50 هو تركيز الدواء. هي الاي سي 50 محمد معناته نصف، يعني نصف يعني 50%. اوكي هاي ال50 تدل على النصف. والاي نسبه الى يعني هنا نحكي الماكسيمم افكت. سي او دي يعني ممكن تكون سي او دي، سي ممكن تكون كونسنتريشن ودي ممكن تكون دوز. الاي سي 50 اذا كانت سي معناته كونسنتريشن اوف ذا اجونست، خلينا نحكي كونسنتريشن اوف ذا دراج او كونسنتريشن اوف ذا اجونست، يلي بصير في عنده 50% of the maximum effect. يعني هاي ال 50% وكأنها النصف، خلينا نحكي عنها نصف، وهاي اي عشان هي خلينا نحكي عنها المقصود فيها ال maximum effect. maximum effect. فمرة تانية ال AC50 هو تركيز الأجونست يلي بصير عنده نصف ال maximum effect. تمام. فمعناته أنا بدي أحسب الـ AC50 بروح على الـ Dose Response Curve. هذا الـ Dose وهذا الـ Response Curve. فممكن تكون الـ X-Axis، هاي الـ X-Axis وهاي الـ Y-Axis. فالـ X-Axis ممكن يكون Dose أو يكون Concentration. معناته أنا لما بدي أحسب قيمة الـ AC50 هل رح أطلعها من الـ X-Axis ولا من الـ Y-Axis؟ الـ AC50 بطلعها من الـ X-Axis. تمام. هلأ لما برسم هذا الكيرف تبع الـ Dose Response Curve هيك بصير معي. فأول إشي بطلع الـ Emax. هلأ شو مرحلك بدي هلأ الـ AC50 هي كالتالي تطلعها، هي جرعة الدواء أو الـ Concentration. اوكي يلي بيصير وين؟ يلي بيصير عند نصف الاي ماكس. بس بدي اعبر عنها اي ماكس. يعني وين هي الجرعه او الكونسنتريشن اللي هون في الاكس اكسس يلي صار عندها نصف الاي ماكس؟ معناته اول شيء كانها معادله رياضية، بدي أحسب الإي ماكس بعدين على الإرفاط على الإس أكسس عشان أطلع كيز الدواء اللي صار له نصف الإي ماكس. هذا هو الكيرف القدامي. كيف بدي أحسب الإي ماكس؟ هاي الساتوريشن، وروح بسقط على الواي أكسس هون لأنه الريسبونس، فهاي النقطة هي الماكس.
كم قيمة الإيماكس؟ كم قيمة الإيماكس؟ كانت مين؟ الريسبونس حسب يعني إذا الإيماكس حسب الوحدة تبعت الريسبونس في الواكسز. إذا كنت أنا بحكي عن blood glucose level فمعناته الوحدة مثلا نانو جرام بير ديسيليتر. فحسب يعني الوحدة تبعت الإيماكس تعتمد على الوحدة الموجودة بالواي أكسس. طب هاي الإيماكس حددتها، أوكي هاي أول شيء حددت الإيماكس. نصف الإيماكس، نصف الإيماكس هي كالتالي 150 تقسيم 2 اللي هي 75، والوحدة تبعتها حسب الوحدة تبعت الواي أكسس. هلأ مثلا هون وين بعدين بروح على الواي أكسس، وينك يا 75؟ وينك يا 75؟ هون هون مثلا هاي 75، هلأ الـ AC50 هي تركيز الدواء، هاي تركيز الدواء يلي موجود على الإكس أكسس يلي صار عنده نصف الإيماكس. هاي الـ 75 هي نصف الإيماكس. إيماكس فكالتالي بسقط من عند الـ 75 من هون، بروح بقطع في الكير بعدين بسقط على الإكس أكسس. هاي النقطة اللي طلعتها بالنهاية هي الـ AC50. هي مرة تانية تركيز الدواء، ها تركيز الدواء، ها السي نسبة إلى الكونسبت، تركيز الدواء اللي صار، ها تركيز الدواء اللي صار عنده نصف الإيماكس. فالإيماكس أنا هاي قيمة بستخدمها علشان أقارن بالبوتنسي من دواء لدواء. الدواء اللي عنده الأجونست اللي عنده الـ AC50 تبعته أقل معناته مور بوتنت، معناته هذا الدواء بيعطيني الريسبونس بجرعات أقل. الدواء اللي عنده AC50 أعلى معناته الدواء less potent. ليش؟ لأن الدواء عم بيعطي الريسبونس بجرعات أكثر. فهذا هو الـ AC50 شو معناته وكيف نحسبه لإيش بيرمز أو لإيش بيدل؟ بيدل على البوتنسي. محمد جاوبتك على سؤالك؟ لو تحكوا هلا، انا لما بسوي الشيرنج للسلايدز للشات بيكون عندي صعب يطلع عندي، بس انا اشوف تجاوبوني. تمام دكتور، طيب شيخنا عفوا محمد، في اي سؤال؟ تفضلي دينا. انا بدي اسالك عن الامبليفيكيشن والنمبر اوف سبير ريسبتور. هلا انت لحكيت في المحاضره انه في عندنا لما يكون على الخليه ليجند جيتد ريسبتورز فانه لازم انه اكثر من واحد، فانه لازم كلهم يرتبطوا عشان يعطيني الريسبونس. ولما حكيت عن الجيتد انه مو شرط كلهم يرتبطوا، انه واحد بيعطيني ريسبونس انه بصير عندي امبليفيكيشن. بعدين حكيت انه لما يتعطل انه في الليجند جيتد انه بكون في مشكله، بس بالجي بروتين ما في، بس انه ما فهمت يعني هلا بالباقي بيعوضوا عنه، يعني ما في داعي للسبير بالجي بروتين ولا ايش؟ بدي ابلش معك بالنقطه الاخيره دينا. دينا ال في سبير ريسبتور بالجي بروتين، ليش؟ لأن في امبليفيكيشن. فهلا مقارنة بين الجي كابلد بروتين وبين الليجند جيتد، الجي بروتين كابلد ريسبتورز لأنه فيهم امبليفيكيشن ففيهم سبير ريسبتورز. فهاي آخر نقطة أنت حكيتيها، جاوبتك على آخر نقطة، هل الجي بروتين كابلد ريسبتور فيهم سبير ريسبتور؟ نعم فيهم سبير ريسبتور، ونسبة السبير ريسبتور أعلى من الليجند جيتد. هاي اخر نقطه انت سالتيها، هل جاوبتك عليها؟ بعدين بدي انت شو علاقه الامبليفيكيشن بالسبير ريسبتور؟ يعني انا قصدي انه بما انه في يعني ريسبتورز ثانيين بتحل محل هاي اللي خربت،
هدول اللي بيكونوا سبير ولا اصلا هم موجودين؟ لا سبير سبير سبير. طب انا بدي اشبه لك اياها دينا. دينا انتوا البيت تبعكم باي دور؟ احنا فوق بالثالث. طيب تمام دينا. هلا اشتريتوا انتوا ثلاجة وبدكم تحملوها، ثلاجة بدكم تحملوها على البيت، اوكي ثلاجة ايش تقيل. لما يكون في البيت أربعة، الأربعة هدول صغار، نحاف صغار ونحاف يعني بتحسيهم إنهم لو إجا هوا بيطيرهم هدول الأربعة، أوكي. وفي هنا ثلاجة، مش صح الأربعة، شوف الأربعة ليش؟ لأنه كل واحد فيهم ضعيف، لما ضعيف معناته ما عنده أمبليفيكيشن، لأنه صغير الريسبونس تبعه. الأربعة هدول صغار، إيديهم صغيرة، ما في عندهم عضلات، معناته إنه الريسبونس تبعه صغير، أوكي. فلازم الأربعة يتعاونوا، كل واحد فيهم يحمل الثلاجة من جهة عشان يطلعوها، أوكي. لو واحد فيهم مات، أوكي، واحد فيهم بطل موجود، شو صار بالريسبونس؟ شو الريسبونس إنه طلع الثلاجة على البيت؟ الريسبونس راح يقل، أوكي. لازم الأربعة يشتغلوا، أوكي. هلا خلينا نروح للجي بروتين كابل ريسبتور. لما نحكي امبليفيكيشن يعني الريسبونس عالي، من هدول الأربعة في عندنا واحد أوكي عنده عضلات وبروح على النادي كل يوم وبحمل 200 كيلو وفرحان على حاله، بصور حاله بنزل حاله على الفيسبوك، أوكي. طيب هذا موجود، هذا لأنه هلا تخيل هدول الأربعة فيهم كل واحد فيهم عندهم عضلات وكمال أجسام. هل أنت بتحكي هدول الأربعة بيحكوا لازم إحنا نتعاون الأربعة، لازم نتعاون الأربعة علشان نحمل الثلاجة؟ مش بكفي واحد، بكفي واحد فينا يحمل الثلاجة اللي هي عبارة عن كم من كيلو، بكفي إنه يحملها على الدور الثالث، صح ولا مش صح؟ مش صح؟ هذا مثال واقعي إنه لما يكون في عندنا amplification، لما يكون في عندنا ناس في عندهم high response، أوكي، الأربعة ما بيشتغلوا، واحد بيحملها فوق. إذا هذا اللي عم بيحملها فجأة مات، وقعت زحلك ومات، أو إنه واحد طخه، ساعتها الثاني اللي عنده عضلات بحل محله، حتى الاثنين يضلوا، ما في داعي الاثنين كمان يحلوا محل. يعني هدول أربعة عندهم amplification، أربعة ما شاء الله عندهم عضلات، بكفي واحد فيهم يحمل الثلاجة. الثلاثة عم بيستنوا فيه، فالثلاثة هم الريسبتور، فالثلاثة هم السبير ريسبتورز، وهذا اللي عم بيحمل الثلاجة هو الفانكشنال ريسبتور. هذا الفانكشنال ريسبتور مات، أوكي، شو صار؟ هدول الثلاثة واحد منه بحل محله، ليش؟ لأنه هذا اللي حل محله كمان إله هاي أمبليفيكيشن، في الريسبونس تبعته عالية، هذا بعدين مات، هذا بحل محله. فأنت لو تلاحظي شو وظيفة السبير ريسبتورز، إنه عم بيستنوا علشان يحافظوا. في النهاية وظيفة السبير ريسبتورز بالنهاية ضمنولك إنه الثلاجة وصلت للدور الثالث. لو ما في سبير ريسبتورز هدول الأربعة، خلينا نرجع للمثال بالليجند جيتد، هدول الأربعة الانحاف الصغار هم عم بيحملوا، واحد فيهم مات واثنين ماتوا، بما إنه ما في سبير ريسبتورز التانين اللي ضلوا لأنهم صغار ما رح يقدروا يوصلوا لك الثلاجة للدور الثالث. فبالتالي شو صار بالريسبونس؟ حكوا لك الثلاجة ما عم توصل للدور الثالث، ليش؟ لأنه ما في سبير ريسبتورز، ليش؟ لأنه ما في أمبليفيكيشن. معلش أنا مش عارف إذا وصلت لك من خلال مثال، وصلت لك الفكرة ولا عجبتك؟ لا تمام. يعني هلأ بالليجند جيتد ما عندي أنا سبير. يس يعني إذا خرب واحد خلاص. هو اللي يعني شوف للتسهيل ما في سبير، في بعض الكتب تحكي نسبة سبير كتير قليلة، لكن للتسهيل هون إحنا بنحكي إنه ما في سبير. تمام، يسلموا دكتور. دكتور يعطيك العافية. علينا، الله يعافيك محمد. دكتور هسه بالكومبتيتيف انتاجونست، لما بيقل البوتنسي بتزيد الاي سي 50؟ لما بيقل البوتنسي بتزيد الاي سي 50. بتزيد الاي 50. نعم. طب هسه بالنون كومبتيتيف الاثنين بيكونوا ار ذا سيم ولا كيف؟ الاثنين بيكون عفوا ايش؟ ار ذا سيم، يعني بيكونوا الاثنين نفس الشيء، يعني اذا مثلا زاد البوتنسي بتزيد الاي سي 50 بالنون كومبتيتيف.
تمام. هو شوف، هو الكتاب بيحكي النون كومبتيتيف ما بيأثر على الاي سي 50، هيك بحكي لكم الكتاب. ليش؟ لانه بحكي لك النون كومبتيتيف اوكي ما بيأثر على الافينيتي، او ما بيأثر على الافينيتي بين الارتباط بين الريسبتور وبين الدواء، بين الفانكشنال ريسبتور. يعني كيف 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 انا بدي احكي لكم، انا ما حكيتها عشان بس ما بدي ادخل بالتفاصيل اكثر. النون كومبتيتيف هاي في عندي، تخيل في عندي خمسة ريسبتورز فانكشنال ريسبتورز. النون كومبتيتيف بروح برتبط الريسبتور اللي برتبط فيه من هدول الخمس، اذا ارتبط هون هذا الريسبتور الفانكشنال راح يتحول لنون فانكشنال، وارتبط هون هذا الفانكشنال راح يتحول لنون فانكشنال. فبالتالي شو حيصير؟ خلينا نتخيلها، النمبر اوف فانكشنال ريسبتورز قل، بدل ما كان خمسة صار ثلاثة، عشان هيك الاي ماكس بتقل، لانه اذا قل النمبر اوف فانكشنال ريسبتورز البلاتو بتقل، فالاي ماكس بتقل. طيب هدول الثلاثة ريسبتورز شو، ليش بحكي لك الكتاب انه الاي سي 50 تبعتهم ما بتتغير؟ لانه كالتالي الاي سي 50 بتعتمد، هلا هي الاجونست هون، الاجونست والريسبتور، بحكي لك النون كومبتيتيف انتاجونست ما بيأثر على البايندينج دومين، ما بيأثر على البايندينج دومين. فمعناته تركيز الدواء علشان يسوي اكتيفيشن للريسبتور بيضل زي ما هو، مش عارف كده اوصل لك اياها. اوكي هذا الدواء وهذا الريسبتور، اوكي ما في اشي بيعيق الاجونست عشان يرتبط بالريسبتور، مين هم هدول الثلاثة اللي ضلوا. اما بوجود الكومبتيتيف، ليش انا الدواء لازم تزيد الاي سي 50 تبعته؟ لان الدواء بده يرتبط، الاجونست بده يرتبط بالريسبتور، بس في شيء بيعيقه هو وجود الانتاجونست. كيف اتغلب على هاي الاعاقه اللي هي الكومبتيتيف انتاجونست؟ اني بروح بزود الدواء بالنون كومبتيتيف انتاجونست. خلينا نرجع، هاي الريسبتور البايندينج دومين تبع هذول الثلاثه ريسبتور، هاي البايندينج دومين تمام، وهي الدواء. النون كومبتيتيف انتاجونست مش موجود بهذول الثلاثه، هاي الدواء بده يرتبط بالبايندينج دومين تبعون هدول الثلاثة، اوكي بيرتبط من غير اي اعاقة، ما في داعي اني ازود من تركيز الدواء الاجونست علشان يرتبط بالبايندينج دومين. نرجع مرة ثانية، انا عارف انا بوديك بس عشان اقارن، بوجود الكومبيتيتيف انتاجونست هاي الاجونست بده يرتبط بالبايندينج دومين، هيو بيرتبط، بس في شيء عم بيعيقه، مين هو الكومبيتيتيف انتاجونست عم بيعيقه؟ عشان اتغلب على هاي الاعاقه اوكي من الكومبتيتيف انتاجونست بضطر اني ازود من تركيز الاجونست. عشان هيك الاي سي 50 بتزيد للاجونست بوجود الكومبتيتيف انتاجونست، لكن اذا كان نون كومبتيتيف انتاجونست، نون كومبتيتيف انتاجونست اثر على هدول حولهم من فانكشن الى نون فانكشنال، النون كومبتيتيف انتاجونست ما راح ياثر على هدول الثلاثه اللي ضلوا فانكشنال، ما راح ياثر على البايندينج دومين، فبيجي الدواء بيرتبط على هدول البايندينج دومين تبعهم من غير ما في داعي ان نزود تركيزه. جاوبتك على سؤالك محمد؟ تمام دكتور، شكرا. عفوا. طيب انا هلا بدي ادخل بمقدمه، هلا اللي بدي احكي عنه انه ان شاء الله رح نبدا بشيء جديد. هذا الاشي جديد، المفروض ان نكون ماخدين 2 شابترز من هون للامتحان، فاحتمال الاسبوع الجاي من هاي المحاضره للاسف كانت هاي خلاص. اوكي انتم حقكم انكم تسالوا وباي وقت تسالوا، بس هاي المحاضره شكلها راحت اسئله، فكنت انا مخطط اني ابدا احكي عن الاوتونوميك نيرفس سيستم والادويه اللي تشتغل على الاوتونوميك نيرفس سيستم. بس خليني احكي من هون لما حتى تخلص المحاضره شو هي الجراح. اوكي شو هي الاوتونوميك نيرفس سيستم؟ احنا في السابق كنا نحكي بيسكس للفارماكولوجي، شو معنى فارماكوكاينتك، شو معنى فارماكوديناميك. هلا بدنا نبدا شيء اسمه كلينيكال فارماكولوجي. كلينيكال، لما تسمعوا كلمه كلينيكال معناته هيومن. كلينيكال فارماكولوجي يعني هي الادويه يلي بتاثر على جسم الإنسان، يعني يلي بتعالج أو يلي ممكن تسوي سمية إلى حد ما على جسم الإنسان. فالأدوية إن شاء الله اللي راح ناخدها
هاي الأدوية هي عبارة عن الكلينيكال فارماكولوجي. فكيف بدنا ندرسها؟ بدنا كل مجموعة من الأدوية بدنا نقسمهم إلى عوائل، عوائل الأدوية، بدنا نقسمهم حسب الأورغانز الموجودة في جسمنا. يعني إن شاء الله من هون لشهر، يعني كم من أسبوع، رح نحكي عن الأدوية يلي بتأثر على الأوتونوميك نيرفس سيستم. الأوتونوميك نيرفس سيستم هو عبارة عن سيستم موجود في جسمنا. نحكي عن الأدوية اللي بتأثر على الأوتونوميك نيرفس سيستم وكيف نستخدمها إحنا في العلاج. بعدين في آخر شهر إن شاء الله من المادة رح نحكي عن الأدوية يلي بتأثر على الكارديوفاسكولار سيستم اللي بتأثر على الجهاز القلبي الوعائي. هل إحنا بدنا نبدأ في الأدوية يلي بتأثر على الأوتونوميك نيرفس سيستم؟ قبل ما نحكي عن الأدوية لازم نراجع شوي فيسيولوجي وباثوفيسيولوجي للأوتونوميك نيرفس سيستم. مش عارف إذا حكيت لكم إياه في أول المحاضرة، علشان نفهم الأدوية لازم نفهم الكيمياء الحيوية البيوكيمستري ونفهم الفيسيولوجي والباثوفيسيولوجي. الكتاب أو كتاب تاني بحكي لكم إنه علم الفارماكولوجي مبني على علمين، يعني مبني، يعني في عنده رجلين، فهو مبني على علمين، مبني على البيوكيمستري ومبني على الباثوفيسيولوجي. كل ما فهمنا البيوكيمستري أكثر رح نفهم الفارماكولوجي أكثر، كل ما فهمنا الباثوفيسيولوجي أكثر كل ما رح نفهم الفارماكولوجي. فبدي أحكي عن الأوتونوميك نيرفس سيستم. الأوتونوميك نيرفس سيستم شو هو؟ خلينا نرجع لمعلوماتنا بالفسيولوجي، نحكي عن النيرفس سيستم، الجهاز العصبي موجود فيه عندنا في الجسم. النيرفس سيستم بتكون من سنترال نيرفس سيستم وبريفرال نيرفس سيستم. بتكون من سنترال نيرفس سيستم وبريفرال. السنترال نيرفس سيستم اللي هو الدماغ البرين والسباينال كورد. البريفرال نيرفس سيستم، مين هم البريفرال نيرفس سيستم؟ هم الاعصاب، النيرفز. ايوه، مين هم الاعصاب؟ هلا انا بتركز بالبريفرال لانه الادويه اللي بدي احكي عنهم بتاثر على البريفرال، بس مين هم البريفرال نيرفس سيستم؟ البريفرال يعني طرفي، نيرفس سيستم هم الاعصاب يلي بينقلوا السيالات العصبيه من والى السنترال نيرفس سيستم. يعني أنا هي عم بضرب بإيدي، هي عم بمسك الكاسة، أوكي؟ عم بحس إنه هاي الكاسة سخنة. مين اللي نقل، أوكي؟ مين اللي نقل السيالات العصبية من الكاسة وداها للسنترال نيرفس سيستم؟ مين هو؟ البريفرال نيرفس سيستم. مين يلي عم بيعطي أوامر؟ أنا هلا عم بحرك إيدي، أوكي؟ عم بحرك إيدي. مين اللي عم بيعطي أوامر؟ سنترال نيرفس سيستم. مين اللي عم بينقل السيالات العصبيه اللي عم بينقل الاوامر من السنترال نيرفس سيستم الى السكيليتال ماسلز؟ اوكي، هم كمان البريفرال نيرفس سيستم. فالبريفرال نيرفس سيستم هم الاعصاب يلي بتنقل السيالات العصبيه، اللي بتنقل الداتا المعلومات، واللي بتنقل الاوامر، يعني بتنقل المعلومات الى السنترال نيرفس سيستم، واللي بتنقل الاوامر من السنترال نيرفس سيستم. فهذول هم البريفرال نيرفس سيستم. هل انتم لاحظتوا انه في عندي انبوت وفي عندي اوتبوت؟ الانبوت انا هلا مسكت الكاسه سخنه، مين اللي نقل؟ في عندي خلايا عصبيه سوت انبوت، نقلت المعلومات من البريفرال اورجانز الى السنترال نيرفس سيستم. هدول الخلايا العصبيه اللي بيسوي انبوت، يلي بيعطوا معلومات للسنترال نيرفس سيستم، نحكي عنهم افيرنت. افيرنت يعني حرف الاي، افيرنت نيرفز. مين هم الافيرنت نيرفز؟ هم اللي بينقلوا المعلومات، السيارات العصبيه، السيارات العصبيه يعني المعلومات من البريفرال اورجانز الى السنترال نيرفس سيستم. عكس الافيرنت في عندي افيرنت، افيرنت بالاي، افيرنت، افيرنت نيرفز. الافيرنت نيرفز هم الخلايا العصبيه يلي بينقلوا الأوامر، اللي بينقل الأوامر من السنترال نيرفس سيستم إلى البريفرال أورغانز. كيف يعني؟ أنا هاي دقات قلبي، قلبي عم بدق، كيف عم بدق؟ في أمر أوردر إجا من السنترال نيرفس سيستم. السنترال نيرفس سيستم بيحكي يا قلب دق، أوكي،
طيب مين اللي بينقل هال الامر هذا؟ مين بينقل هذا السيال العصبي اللي بيحكي فيه امر من السنترال نيرفس سيستم الى القلب؟ هو الافيرنت نيرفز. فالافيرنت نيرفز هي يلي الاعصاب، الخلايا العصبيه يلي بتنقل الاوامر من السنترال نيرفس سيستم الى البريفرال اورجانز. حلو، يعني هلا عم بحكي عم بتدرج شوي شوي عشان بدي اوصل للاوتونوميك نيرفس سيستم. حكيت عن النيرفس سيستم، حكيت انه بتقسم من سنترال وبريفرال، دخلت بالبريفرال، حكيت انه البريفرال نيرفز هم الاعصاب بتكون من افيرنت ومن افيرنت. الافيرنت هم يلي بيحطوا الانبوت، والافيرنت هم يلي بيوصلوا الاوردرز. روح للافيرنت، ها للافيرنت. الافيرنت ها الافيرنت نيرفز بنقسمهم كمان الى قسمين، هاي معلومه اتوقع انتم ماخذينها بالاناتومي بالفسيولوجي. الافيرنت، مين الافيرنت اللي بينقل الاوردرز؟ وعشان نسهلها، هدول الاوردرز اللي بيطلعوا في منهم فولنتري في منهم انفولنتري. فولنتري يعني بارادتي، انا هلا بارادتي عم بحرك ايدي، هاي حركه اراديه. فهذا الامر اللي طلع من السنترال نيرفس سيستم هذا اسمه فولنتري موفمنت، فولنتري. وفي اوامر بتطلع من السنترال نيرفس سيستم انفولنتري، زي ايش؟ زي دقات قلبي، بقدر اتحكم انا بدقات قلبي؟ بدي اوقف قلبي، ها مش قادر اوقف دقات قلبي. ليش؟ لانه هاي الاوردر هذا مش فولنتري، اتز انفولنتري. ففي عندنا الاوردرز، ومين اللي بيوصل الاوردرز؟ هم الافيرنت نيرفز. هدول الاوردرز ممكن يكونوا فولنتري، اللي بينقل الفولنتري اوردرز هيها، اللي بينقلوا الفولنتري اوردرز هدول الاعصاب اسمهم سوماتيك نيرفز. سوماتيك نيرفز، فالسوماتيك نيرفز هم الخلايا اللي بتنقل الفولنتري اوردرز. فولنتري اوردرز، ها بحرك ايدي، ها معناته طلعت اوامر من السنترال نيرفس سيستم ومن خلال الاعصاب. هذه الاعصاب هي افيرنت نيرفز، هي سوماتيك، سوماتيك افيرنت نيرفز، وراحت على سكيليتال مسل، وهيني بحرك ايدي، دقات قلبي عم بزيدوا، هاي حركه انفولنتري، بيطلع من السنترال نيرفس سيستم اوردرز. الاوتونوميك نيرفز هلا هون، هاي هذا هو اللي بدنا نوصل له. مين هم الاوتونوميك نيرفز؟ من هاي الخلايا العصبيه الاوتونوميك؟ هم الخلايا العصبيه، هم افيرنت، بينقلوا اوردرز من السنترال نيرفس سيستم الى البريفرال اورجانز، وهاي الاوردرز ار انفولنتري. انفولنتري، فحركه الامعاء تبعتي، شو انا بتحكم فيه؟ حركه الامعاء تبعتي، بيطلع اوردرز من السنترال نيرفس سيستم من خلال الاوتونوميك نيرفز. الاوتونوميك نيرفز فبنقلوا الاوامر الاوردرز من السنترال نيرفس سيستم الى الامعاء. يا امعاء اتحركي، يا امعاء ما تتحركي. هاي الاوامر مين اللي نقلها؟ افيرنت اوتونوميك نيرفز. تمام، فهم هدول. احنا هلا عم بدخل في الادويه يلي بتاثر على الاوتونوميك نيرفس سيستم. مين هم الاوتونوميك نيرفز؟ هم الخلايا العصبيه يلي بينقلوا الاوامر، اي اوامر؟ انفولنتري، اللا اراديه، الاوامر اللا اراديه، من السنترال نيرفس سيستم الى البريفرال اورجانز. دقات القلب، حركات الامعاء، الريسبيريشن، اليورينيشن، البلد فيزلز، فازو كونستريكشن، فازو دايليشن، التاثير على الهرمونات. اوكي، بحكي هذا يا هرمون، يا بنكرياس افرزي انسولين، يا غده الغده الكظريه، يا ادرينال جلاند افرزي ما تفرزي. مين بتحكم فيهم؟ هدول هم الاوتونوميك نيرفس سيستم. تمام، ندخل كمان بتفاصيل اكثر، تعقيدات اكثر. الاوتونوميك نيرفز، الخلايا هم الاوتونوميك نيرفز، هل عرفنا من هم؟ كمان منقسمهم الى قسمين. الاوتونوميك نيرفز منقسمهم الى قسمين، الى سمباثيتك وبارا سمباثيتك. فالاوتونوميك نيرفز منقسمهم الى سمباثيتك والى بارا سمباثيتك. للتسهيل، صح حكينا الاوتونوميك نيرفز هم الخلايا العصبيه يلي بينقلوا الانفولنتري اوردرز من السنترال نيرفس سيستم الى البريفرال اورجانز. هدول الاوردرز
واحد بيحكي زود والتاني بيحكي نقص. يعني هدول السيمباثيتك والبارا سيمباثيتك عبارة عن قوتين بيعاكسوا بعض بس بيشتغلوا في 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 في, في تجانس. يعني مثلا انا لما بروح عند الطبيب وبحكي لي انه انت السيستوليك بلاد بريشر تبعك 100، هاي 100، هاي 100 عباره عن شو؟ هي 100 عباره عن تجانس او توازن، توازن هيك احسن بالعربي، توازن بين السمباثيتك والبارا سمباثيتك. على فكره في الفلسفات القديمه خاصه الاسيويه، هاي الموجوده في آسيا الصين وهذيك الدول، وكانت زمان في 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 بلاد فارس إيران الديانة الزرادشتية، كلياتهم حتى كمان في شرق آسيا، إذا بتشوفوا علم كوريا ساوث كوريا بتشوفوا إنه في لونين أزرق وأحمر، أزرق وأحمر معناته هذه عندهم فلسفة، حتى بالصيني بيحكوا عنها كينغ كونغ أتوقع إن شاف زي إن شاء الله، بس هيك إشي زي هكين كونغ بحكي لك إنه الدنيا كل الدنيا عبارة عن توازن بين قوتين، الخير والشر، بس في قوتين عم بتحكموا في الدنيا، وقوتين هدول عكس بعض، وإحنا موجودين من خلال التوازن بين هدول القوتين. هلا هذا الإشي فلسفي أوكي، بس أنا بحكي لكم عشان نربط، إحنا بجسمنا مين يلي بخلي البلد جلوكوز ليفل مثلا عندي 100، مثلا 100 100 ليش 100؟ هاي 100 هي عباره عن توازن بين قوه بترفع السكر وقوه بتنزل السكر، قوه بترفع السكر وبتنزل السكر، هم هدول القوتين الاوتونوميك نيرفس سيستم سمباثيتك بارا سمباثيتك. اي شيء احنا موجود عندنا فيه توازن هو التوازن بين السمباثيتك البارا سمباثيتك. لما انا عم بغضب في حالات معينة بتصير عندنا، مثلاً حالة الغضب، لما أنا بغضب أحد هدول القوتين بيكون هو السائد، السمباثيتك بيكون عندي سائد، السمباثيتك. لما بخاف بشوف كلب في الشارع، كلب مسعور عم بلحقني، السمباثيتك بيكون سائد عندي. لما بكون أنا مرتاح هادي البارا سمباثيتك بيكون هو بيكون سائد عندي. لما بكون أنا أكلت وجبة دسمة، أكلت وجبة دسمة، بيكون الباراسمباتيتك هو السائد عندي. فالسمباتيتك باراسمباتيتك هدول هم اللي بنشوف الأدوية اللي بيشتغلوا على السمباتيتك والباراسمباتيتك، تمام؟ فكل هذا المقدمة علشان نوصل للسمباتيتك باراسمباتيتك اللي هم أوتونوميك نيرفز، اللي هم إفرنت نيرفز، اللي هم بريفرال، هم بريفرال نيرفز سيستم، سمباتيتك باراسمباتيتك. امتى السمباثيتك بيكون سائد؟ هلا السمباثيتك بحكوا لكم بحاله الفايت والفلايت. فايت يعني بحاله عم بتخانق مع محمد، بتخانق مع طه، فبهاي الحاله بيكون السمباثيتك هو السائد عندي. البارا سمباثيتك بحكي لكم في حاله الريلاكسيشن والدايجستشن، ان انا عم برتاح مرتخي وانا عم بهضم، يعني معناته انا ماكل أكل دسمة أو باكل واحد، حتى دليل إن الواحد بعد ما بياكل وجبة دسمة بيرتخي أوكي، بهيك بيشعر بالهيك بالنشوة وبيرتخي. هاي السعادة وهاي الارتخاء هذا، لأنه البارا سمباثيتك هو السائد، تكون هالقوة هو السائدة. هلأ شوفوا، علشان نفهم الأدوية مزبوط، على فكرة اللي إحنا داخلين عليه هذا الشابتر، يعني اسألوا زملائكم بالجامعات الثانية أو اللي قبليكم، يعني قبليكم سنوات، من أصعب الشابترز في علم الأدوية هي هاي الأدوية اللي بتشتغل على الأوتونوميك نيرفس سيستم. ليش؟ لأنه بتحسوها متشابكة. أنا بحكي لكم سهلة إذا فهمنا ثلاث أشياء، يعني إذا فهمنا ثلاث أشياء في الأوتونوميك نيرفس سيستم. إذا فهمنا السمباثيتك والبارا سمباثيتك شو بيسوي عنا، يعني أنا بفهم مثلاً بارا سمباثيتك أو السمباثيتك شو بيسوي من أول راسي لآخر رجلي، لازم أعرفهم. يعني الكلينيكال ساينز أوف سمباثيتك والبارا سمباثيتك، شو بيسوي السمباثيتك والبارا سمباثيتك في جسمي. الإشي الثاني اللي بدنا نعرفه، مين هم النيورو ترانسميترز اللي بيكونوا سائدين في السمباثيتك والبارا سمباثيتك. هلا مين هم؟ شو يعني النيورو ترانسميترز؟
إن شاء الله بالمحاضرة القادمة. الإشي الثالث بدي أعرف شو هم الريسبتورز، الريسبتورز المستقبلات اللي بيشتغلوا عليهم هدول النيورو ترانسميترز في السيمباتيك والباراسيمباتيك، وين موجودين هدول الريسبتورز. هدول الثلاث أشياء الساينز تبعون السيمباتيك والباراسيمباتيك، النيورو ترانسميترز السائدين حد السيمباتيك والباراسيمباتيك. الشيء الثالث الريسبتورز اللي بيشتغل عليهم السيمباتيك والباراسيمباتيك وين موجودين. اذا هدول انا فهمتهم صدقوني راح تكون هاي الادويه اللي بتشتغل على الاوتونوميك نيرفس سيستم ابيس اوف كيك، بتكون شيء سهل ان شاء الله. لانه في الامتحان لما بيجيني اي سؤال برجع هذا الدواء على شو بيشتغل، على السيمباتيك والبارس. بيشتغل على السيمباتيك، معناته ما بستغرب انه هذا الدواء بيرفع الضغط، ما بستغرب هذا الدواء بيرفع السكر. اما اذا الحافظ مش فاهم هذا الدواء بيرفع السكر ولا ما بيرفع السكر، انا حافظ عندي 60 دواء، كيف بدي احفظ ولا احفظ 60 دواء كل واحد فيه بيرفع السكر ولا بنزل السكر؟ لا سهله، بدنا نرجع الدواء. هل هذا الدواء بيشتغل على السيمباتيك ولا بيشتغل على البارس سيمباتيك؟ بيشتغل على السيمباتيك وين بيشتغل، على القلب ولا بيشتغل على الاوعيه ولا بيشتغل يعني على اي ريسبتور؟ ساعتها بتكون سهله. يمكن انا حكي هلا شايفينه شوي في 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 مجهول يعني في غموض، بس ان شاء الله سهل. بس هلا في الضل انا عارف ان فاتكم محاضره، بس بدي احكي شوي عن الساينس، بس بدي اراجع ان انتوا اوريدي ماخذينه بال الفسيولوجي الساينس تبعون السيمباتيك والباراسيمباتيك. انا بدي احكي هلا الساينس تبعون السيمباتيك. انا غضبان، محمد بدي اتخانق معه، شفته بالشارع خلاص اطلع علي، اطلعت عليه حكيت له شو مالك، حكى لي شو مالك، زي كيف المشاكل بتصير في الشارع. نزلنا على بعض صرنا نتخانق انا وياه، انا في حاله فايت بتخانق مع محمد، فايت معصب، اوكي معصب، وجهي احمر، عيوني هيك كبيره هيك وطالعه وجاحظه هيك، بتشوف هيك ما شاء الله البؤبؤ تبعتي هيك، بتنفس بشكل سريع هيك طالع من المخانه، اوكي دقات قلبي بدق، في عندي عرق، اوكي أنا تخليني نشوف شو تأثير السيمباتيك. هاي السيمباتيك تأثير على العيون أو من الدمار على العيون. بحكي شو تأثير السيمباتيك على العيون؟ العيون بتكون هيك، البؤبؤة هاي بتكون واسعة، ليش؟ لأنه أنا عم بطلع عليه، أوكي عم بطلع عليه، أوكي. فهذا اسمه مدرياسز، مدرياسز. شو ما مدرياسز؟ إنه هاي البؤبؤة البيوبل متوسعة، بيوبل دايليشن. أول شيء تأثير العين هذا السيمباتيك بيكون بيوبل دايليشن، اوكي. ال خلينا ننزل تحت، اوكي هون الجهاز التنفسي، جهاز التنفسي شو بصح الانهيليشن، الريت اوف انهيليشن عالي ولا واطي؟ عالي. ليش الريت اوف انهيليشن عالي؟ لاني انا بدي اكسجين. ليش؟ لان انا بدي اكسجين. ليش بدي اضرب محمد؟ فعضلاتي بدها اكسجين. من وين تيجي الأكسجين؟ من الرئة. فالريت أوف إنهيليشن بيكون عالي عشان أخذ هواء. غير هيك البرونكولز، القصبات الهوائية ما بيكونوا برونكو كونستريكشن، بيكونوا برونكو دايليتد. هالقصبات بيكونوا برونكو دايليتد. وين؟ في حالة السيمباتيك وأنا عم بتخانق مع محمد، أوكي. ليش برونكو دايليت؟ لأنه القصبات زي هي عبارة عن أنابيب. الأنبوبة لما بتكبر معناته كمية الهواء المحمل بالأكسجين بيكون أعلى، فمعناته بالسيمباتيك الرئة تبعتي البرونكولز بصير عندي برونكو دايليشن. It is very important برونكو دايليشن، okay برونكو دايليشن، okay. فبدخل أكسجين أكتر، فديروا بالكم بالسيمباتيك بصير عندي برونكو دايليشن، الانهيليشن ريت بيكون عالي. طب اللي ميوكس سكريشن، اللي ميوكس سكريشن إفراز المخاطيات المخاطفية الجهاز الرئوي، بيزيد ولا بيقل؟ الناس اللي تطلع من المخانقة بتكون ناشف، كل إشي ناشف فيه، حتى الرئة تبعته بتكون ناشفة. ليش؟ لأني أنا عم بتخانق مع محمد، إذا صار في عندي ميوكس سكريشن، هذا الميوكس سكريشن إفراز الميوكس رح تدخل بالقصبات، فوجود الميوكس رح يقلل من وجود
الاكسجين، انه هاي مثل زي الانبوب، الانبوب لما بتدخل فيها بتدخل فيها سوائل، هاي السوائل راح تؤدي الى تقليل كميه الاكسجين اللي راح تدخل على جسمي. ففي حاله السمباتيك سيستم بيصير في عندي ديكريز او ريديوس للميوكس سيكريشن، الميوكس سيكريشن هاي بتقل، اوكي، عشان هيك بتكون ناشفه. It is very important. هذا كله على فكرة يعني ما تستغربوا لما أنا بيجيني مريض عنده آزمة، ربو شو الربو عم بيختنق، شو بعطيه؟ بعطيه دواء بحفز السيمباتيك سيستم. ليش بعطي هذا المريض؟ هذا المريض عم بنخنق بدي موت، ليش بدي أعطيه إشي يرفع له ضغطه؟ مش عشان أرفع له ضغطه، لأن المريض عنده آزمة، عنده برونكوسبازم. ليش هو عم بيختنق؟ لأنه القصبات الهوائية تبعته عم تختنق، اوكي. فانا بعطيه دواء بحفز السمباتيك سيستم، هذا بحفز السمباتيك سيستم، هاي القصبات بصيرها برونكو دايليشن، فبصير يتنفس. طيب خلي بالسمباتيك سيستم ننزل شوفي عندي خلينا نحكي التوم، الجاي هل التوم دير بالكم بصير فيه جفاف، رح نعرف ليش فيما بعد. بصير فيه جفاف بالتوم، عشان هيك بحكي ونخلص نخلص المخانقة والطوش بين أنا محمد، بصير بدي أشرب مي لأنه جاف، أوكي. الجي آي تراكت أنا بتخانق مع محمد، هلأ الجي آي تراكت إمتى بتتحرك عشان أهضم. هل أنا بتخانق مع محمد، هلأ هذا وقت التهضيم؟ لا، مش وقت التهضيم، معناته السيمباتيك سيستم بحكي لك يا يزن أنت عم تتخانق مع محمد، ما في داعي إنك تهضم. ساعتها تعطي أوامر السيمباتيك سيستم لا الجي اي تراكت، يا جي اي تراكت قلل الموتيليتي، لان الموتيليتي معناته تهضيم، وقلل من الجاستريك سيكريشن. ما في داعي انك تزود الجاستريك سيكريشن، لان الجاستريك سيكريشن معناته زيادتها معناته زياده التهضيم، واحنا ما بدنا نزود التهضيم، لانه الاولويه هو ان نتضارب او ان نقتل محمد، فما في داعي ان نهضم. فالسمباتيك سيستم بيعطي اوامر لا الجي اي تراكت، يا جي اي تراكت قلل الموتيليتي وقلل من السكريشن، يعني قلل من الدايجستشن. شو كمان، شو تاثير السمباتيك سيستم على القلب؟ ايوه القلب، ليش دقات قلبي بتزيد؟ لانه بدي دم، بدي دم. ليش الدم تروح على عضلاتي؟ ليش؟ عشان اضرب محمد. ف السنترال نيرفس سيستم بعطي اوامر للقلب، يا قلب زود الكونتراكتيليتي. ليش؟ عشان لما تزود الكونتراكتيليتي رح تزود الكارديك اوتبوت. لما تزود الكارديك اوتبوت معناته الدم اللي رح يوصل لعضلات يزن، اوكي، رح تكون محمله بالاكسجين والنيوتريشن وتضرب محمد بقوه. فعشان هيك تزود عندي الكونتراكتيليتي، اوكي، زادت عندي الكونتراكتيليتي في هذا السمباتيك سيستم. شو صار بالضغط تبعي؟ هلا شوفوا شو صار في عندي الضغط. صار في عندي بالضغط الجوه ضغط ارتفع. ما بتحكوا واحد ضغط ارتفع لما عصب، لانه السمباتيك سيستم بتروح على الاوعيه الدمويه، انت اخذتوها بالباثوفيسيولوجي، بتروح على البلد فيزلز، بتروح على البلد فيزلز، بتحكي يا بلد فيزلز سوي فازو كونستريكشن، اوكي. لما تسوي فازو كونستريكشن شو بصير بالبريفرال ريسيستنس؟ انتوا درستوها بماده الباثوفيسيولوجي، البريفرال ريسيستنس بتزيد، انت اخذتوها انه الضغط امتى بيرتفع؟ لما بصير في عندي البريفرال ريسيستنس تبعت الاوعيه الدمويه بتزيد. كيف بتزيد؟ لما بصير في عندي بازو كونستريكشن، عشان هيك الضغط بيرتفع. وانا بتخانق مع محمد تيجي بتقيس الضغط تبعي، تلاقي الضغط تبعي ارتفع. طيب ليش الجسم بيرفع الضغط اللي جوا في المقابل بتشوف وجهي احمر؟ انا ليش وجهي احمر؟ محمد وجهه احمر وانا وجهي احمر واصحاب محمد وجههم احمر وكل الناس اللي حوالينا وجههم احمر. ليش؟ شو معنى وجهي احمر؟ معناته ان الدم عم بيوصل للجلد وعلى العضلات بشكل كتير. ايوه طيب، هاي انا وجهي احمر معصب، صار لوني زي بندوره، لانه الدم عم بوصل للجلد. طب شو اللي صار؟ انا الله خلق عندي الدم كميه ثابته، كميه محدده. لما انا بتخانق مع محمد شو اللي بصير؟ بصير في إعادة توزيع الدم، إعادة توزيع الدم. هاي الدم اللي الله خالقه كمية معينة، أنا بتخانق مع محمد، مين اللي له الأولوية ياخد الدم أكتر؟ السكيليتال ماسلز اللي هي وين موجودين؟ على
الموجودين بالجلد والموجودين بالعضلات هدول. ليش؟ عشان هدول أنا اللي بتخانق فيهم مع محمد. بينما الأعضاء الداخلية الجي آي تراكت والكلى هدول ما في داعي هلأ يأخذوا دم، ما في داعي هلأ يأخذوا دم، لأن الأولوية هلأ للقتال. فشو بيصير؟ بيصير في عندي it is very important، أحكي كتير مهمة هالشغلة لأنها حتفسر كتير ظواهر. رح يصير في عندي vasoconstriction للblood vessels اللي بتغذي internal organs، vasoconstriction للblood vessels اللي بتغذي internal organs زي الستومك زي الانتستين زي الكيدني. معناته الجسم بيحكي لهم انتم ما في داعي هلأ تاخدوا دم كتير، استنوا شوي. في المقابل رح يصير في عندي vasodilation لمين؟ للblood vessels. blood vessels انت بتحكي vasoconstriction ولا بتحكي vasodilation؟ رح يصير في عندي في المقابل vasodilation للblood vessels اللي بتغذي skeletal muscle والسكن. عشان هيك لما انا بصير وجهي احمر، ليش وجهي احمر؟ لانه البلد سبلاي على السكن زاد. ليش؟ كيف البلد سبلاي على السكن زاد؟ vasodilation. فالسمباثيتك سيستم بتسوي الاثنين، vasoconstriction وvasodilation. vasoconstriction لمين؟ للاوعيه الدمويه اللي بتغذي الانترنال اورجان، وبتسوي بنفس الوقت vasodilation للاوعيه الدمويه يلي بتغذي الانترنال اورجانز الاكسترنال اورجانز. vasoconstriction للأوعية الدموية اللي بتغذي الـ internal organ، vasodilation للأوعية الدموية اللي بتغذي الـ external organs. أوكي، هلا هذا بصحات السمباتيك سيستم. شو بس ضايل دقيقة إن شاء الله بكون هيك خلصت السمباتيك وبكون خلصت المحاضرة. بالنسبة للـ urination، أوكي، بتحكي عن الـ urination، بتحكي عن الـ constipation والديارة. أصلاً constipation والديارة يعني already إحنا حكينا عنه. هلا انا بتخانق مع محمد ووقت الواحد يروح على الحمام، لا مش وقته، معناته كمان الموتيليتي تبعت القولون حتتوقف. معناته السمباثيتك سيستم بيقلل الموتيليتي تبعت الانتستين تبعت القولون. فشو ممكن يصير عند الواحد؟ بصير عنده دياريا ولا كونستيبيشن؟ بصير عنده كونستيبيشن. كونستيبيشن يعني امساك. خذوا قاعده، دياريا معناته الموتيليتي للقولون عاليه، كونستيبيشن معناته الموتيليتي للقولون وللانتستين قليلة. طيب خلينا نروح للبلدر واليورينيشن. أنا بتخانق مع محمد، هل هذا وقته كمان نروح على التواليت أو الحمام؟ طبعا لا. معناته شو بصير باليورينيشن في حالة السمباثيتك سيستم؟ بقل. أيوة، اليورينيشن بقل. شو معنى اليورينيشن بقل؟ إنه البلدر، اليورين وين بتخزن؟ بتخزن في البلدر. أوكي، في البلدر. البلدر عبارة عن بالونة. إذا البالونة ضغطناها البول حيطلع، إذا البالونة رخيناها البول رح يضل في البلدر وما رح يطلع. السمباثيتك شو بيسوي؟ بيسوي relaxation of the detrusal muscles تبعت البلدر، برخيها معناته. فاليورين بيضلوا جوات البلدر، عشان هيك بقلل من اليورينيشن. عشان هيك ممكن يصير واحد عنده احتباس في البول. أنا بحكي أشياء مثال محمد، صحيح إنه يعني كل الطوشة حتصير بيني وبين محمد دقيقة أو دقيقتين، فمش مش مش, مش راح نحس بالاحتباس في البول. لكن المريض اللي بياخد الأدوية اللي بتحفز السمباثيتك سيستم لفترات طويلة ما تستغرب يصير في عنده احتباس في البول. المريض اللي بياخد الأدوية اللي بتحفز السمباثيتك سيستم لفترات طويلة ما تستغرب يصير عنده كونستيبيشن إمساك. إحنا بدنا نربط هذا الدواء، بحكي لك من مضاعفات السايد افكتس، هذا الدواء بيرفع الضغط. ليش؟ لانه بيسوي بازو كونستركشن للبلد فيزلز اللي بتغذي الانترنال اورجانز. هذا الدواء بيزود من دقات القلب. ليش؟ لانه هذا الدواء سمباثوميميك او بيزود السمباثيتك سيستم على القلب. هذا الدواء بيسوي احتباس في البول. فهذا اللي كنت بدي احكي لكم اياه، انه علشان نفهم الادويه فيما بعد بدنا اول شيء نفهم الساينس تبعت السمباثيتك والبارا سمباثيتك. جاني سؤال في الامتحان او انا في الصيدليه، والله يا صيدلاني هذا الدواء سمباثوميميك. سمباثوميميك ان شاء الله نحكي شو معناه، معناته بيحفز السمباثيتك سيستم. لما يجي المريض بحكي لي شو مضاعفات هذا الدواء، بحكي له عندك ضغط، بحكي لي بحكي له بدك تدير بالك، هذا الدواء ممكن يرفع لك الضغط. ليش؟ لان انا بعرف ان هذا الدواء سمباثوميميك.
عندك مشاكل في التبول، بحكي لك معناته بدنا تدير بالك تاخذ هذا الدواء، لانه هذا الدواء بحفز السمباتيك سيستم، والسمباتيك سيستم بقلل من اليورينيشن، فممكن يسوي عندك احتباس في البول. ما تستغربوا انه المريض يجينا بعد فتره بحكي من اول ما اخذت الدواء وعندي امساك. طبعا، لانه هذا الدواء سمباتوميميك بحفز السمباتيك سيستم. تمام، انا معلش ما طولت عليكم، خلاص رح اتوقف لحد هون. المحاضره الجايه ان شاء الله، هلا المحاضرات رح تكون ان شاء الله كمان رح تكون مباشر ان شاء الله الاسبوع الجاي، بس يمكن اعطي محاضره اضافيه يعني الاسبوع الجاي كمان اربع محاضرات، لانه الدكتور لؤي حكى لي انه بدنا نخلص نوصل لشابتر معين، وهذا الشابتر انا مش عارف كيف بدي اوصل له، يعني طويل يعني لسه، انا حاسس قدامي مسافه حتى اوصل له. دكتور تفضل. مش مشكله، نزل محاضره زياده بس تكون مباشر افضل، يعني انا بحس حالي بصراحه بفهم اكثر وبضلني منتظمه اكثر في الماده، فيعني محاضره زياده مو مشكله بس يضل مباشر. خلاص تمام تمام دعاء. انا ما حد دكتور، انا بأيد هاي الفكره. الله يسعدكم، خلاص ان شاء الله ان شاء الله الاسبوع الجاي الثلاث محاضرات مباشر، احد ثلاثة خميس ان شاء الله مباشر، يمكن انزل محاضره تكون تسجيل، لانه ما بقدر اسوي محاضره رابعه بتكون مباشر، لانه اكيد الوقت ما راح يناسبكم، يعني او يعني يناسب بعضكم والبعض ما مش راح يناسبه. خلاص تكرم ان شاء الله، خلاص المحاضرات الجاي كلها مباشر. طيب انا هيك خلصت المحاضره، في اي سؤال؟ اللي حاب، انا عارف اني تاخرت، اللي عنده محاضره اللي حابب يطلع يطلع، اللي حابب يضل يسالني انا هيني موجود. يعطيكم العافيه جميعا. يا فيك دكتور.